lan, deprem oluyor. Deprem oluyor. في مركز إزمير وأنظر الآن حاليا إلى المباني حوالي ولا ليست متضررة. أنا في منطقة وحلة في منطقة طينية وبإمكاني أقول لكم بأن المنطقة التي أنا فيها يجب أن تتعرض للزلازل أكثر من غيرها، لكن رقم 5000 كبير جدا ولا أعتقد بأي حال من الأحوال بأن الأعداد التي وردت على لسانكم 5000 كثيرة جدا، لا أعتقد بأنها صحيحة. طبعا أنا سألتك من باب التدقيق لأن هذا الرقم فعلا صعقني شخصيا وأنا أسمعه من يوسف كاتيبوغلو وطلبت منه أن يدقق في معلوماته وأن يؤكد هذه المعلومة فأكد فقال ذلك، لكن سنعرف لاحقا. وطبعا هذا الرقم يبدو كبيرا جدا مقارنة مع ما أعلن، وطبعا من المرجح حسب ما قلت شولي بأنه غير صحيح. طيب ما صفي لنا مشاهداتك الآن في شارع إزمير، حالة السكان، كيف ردود فعلهم، نفسياتهم، أعمال الإنقاذ والإغاثة كيف تجري؟ الآن كما تسمعون، لا أعرف إن كنتم تسمعونني أم لا، لكن هنالك أصوات لسيارات الإسعاف قادمة وذاهبة، الإطفاء تعمل بشكل قوي، ولكن بإمكاني أن أقول ببساطة بأن حركة السير في الشوارع توقفت تماما. نحن نعيش فوضى عارمة، بصراحة فوضى عارمة، الطرقات مغلقة، لكن والناس الناس في حالة من الهلع الشديد. لكن الرقم الذي أعطيتمنا إياه 5000 مبنى غير ممكن بتاتا. طيب قلت بأن الحركة حركة السير متوقفة، لماذا؟ بصراحة الكل يحاول أن يصل إلى بيته، والناس والكل في إزمير لديهم مصايف في أورلا وفي ششمة وفي غيرها، والكل يحاول أن يذهب إلى البيوت في المصايف لأنها بيوت من طابق واحد وهي بلا شك أكثر أمانا من العمارات. ولذلك فالناس عادة يوم الجمعة نهاية الأسبوع تذهب